شويه. تمام. طب قبل ما نكمل في الجزئيه دي، ان في انجاز مهم للنادي الاهلي لسه متحقق من لحظات قليله، يعني نقول لجمهور النادي الاهلي طبعًا هذه البطوله طبعًا الجديده والانجاز الجديد طبعًا. وكالعاده فريق كره الطائره رجال بالنادي الاهلي يعني بيواصل سلسله انتصاراته في جميع المجالات، سواء المشوار المحلي او المشوار الافريقي. لكن انا معايا على التليفون الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني لفريق الكره الطائره رجال، بهنيه على الفوز ببطوله الدوري، بطوله قويه وتحقيق الثلاثيه الثانيه بعد تحقيق الثلاثيه العام الماضي، تحقيق الثلاثيه العام الحالي سواء دوري كاس بطوله افريقيا. كابتن ميدو مبروك ومساء الخير عليك. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الحمد لله وربنا يخليك، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك للعيبه عملوا انجاز كبير جدا، ومبروك للمجلس الاداره. تاني موسم على التوالي الفريق يحقق دوري وكاس وافريقيا، حاجه في منتهى الشرف، وحاجه في يعني انا والله فخور جدا باللعيبه واللي بيعملوه والله واللي عملوه السنتين اللي فاتوا. عايز انقل لك برضو تحيات الكابتن ابراهيم رياض عميد مدربي حراس المرمى في كره القدم المصريه. تحياتي لكابتن ابراهيم والف مبروك. الف مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان. لكن الانجاز انجاز تاريخي، لان انك توصل للقمه ده شيء صعب، لكن الحفاظ عليه هو الاصعب. ازاي الموسم ده يا كابتن ميدو حضرت له بشكل قوي، بدليل انك انجزت بشكل قوي في المباريات الافريقيه والمباريات المحليه، وحتى انت بتفوز بالدوري ولسه ليه عدد مباريات متبقيه في المسابقه. والله بص، اللعيبه تعبت معايا جدا 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 الموسمين اللي فاتوا، مش عايز اقول لك كميه التمرين اللي عملناها صبح وبعد الظهر، ويعني هو تعب ومجهود موسم كامل، يعني احنا تعبنا جدا جدا، ومجلس الاداره تفضل مشكورا يعني، وتوفر لنا كل الاجهزه المطلوبه والادوات بحيث ان احنا نعلي الاداء الرياضي المهاري بتاع اللعيبه. فده مجهود كبير جدا جدا للعيبه عملوه، وانا بشكرهم عليه جدا. التحقيق التاريخي في الارقام والالقاب اللي بتتحقق السنه دي والسنه اللي فاتت يا كابتن ميدو، شايفها بتمثل لك ايه وبتمثل للعيبه وللجهاز الفني ايه؟ والله كل ان احنا بقى لنا دلوقتي بالظبط 24 شهر الحمد لله بدون هزيمه، يعني الحمد لله كاملين الحمد لله. بجد يعني انجاز يعتبر تاريخي للنادي الاهلي للكره الطايره، فرقه البلاد يمكن قليلا جدا ما بيحدث او نادرا، 82 فوز متتالي، وكل ده مجهود، يعني احنا بنتعب جدا والله. انتوا يعني لو اقول لكم اللعيبه بتتعب قد ايه، والجهاز الفني بيتعب قد ايه معايا، ويعني الحمد لله ده مجهود يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكافئنا عليه. اكيد يا كابتن ميدو، لان بالتاكيد انت فايز ببطوله افريقيا، الطبيعي ان اللعيبه هتفرح بالبطوله وبالكاس وتاخد لها اجازه. مفيش، كان وقت قصير جدا، حوالي 24 48 ساعه دخلت معسكر بتستعد للدوري، رحت معسكر كان في اعتقد في احدى المحافظات، اعتقد في السويس او اسماعيليه، عندك مباريات في الدوري العام، والبعض قد يعتقد انك وانت فايز ببطوله افريقيه الكيرف او الحمل البدني او الحمل الفني ممكن ينزل بعد كده، لكن بالعكس انت بتستمر بشكل قوي وبتحقق انتصارات محليه عشان حتى تنجز البطوله قبل ما تنتهي باسبوعين او قبل ما تنتهي مباراتين ثلاثه. والله تمام، هو فعلا الحمل البدري كان عالي جدا، بدليل ان احمد صلاح النهارده يعني كان مصاب، لعب شوط واحد، اتعامل على نفسه شويه ولعب شوط واحد وعبه اصلا ما لعبش، ده غير طبعا عبد الله مرهق جدا، لا كان في ارهاق كبير جدا كان باين في الماتشات، لكن الولاد رجاله وقدروا يتبلوا يعني عايزوا الملحمه فعلا بتاعت تاني سنه على التوالي، وان هم يكسبوا ما انكرش طبعا كان في حمل كبير. احنا بنلعب لعبنا 26 ماتش في حوالي يعني 60 يوم في شهرين، حمل كبير جدا على اللعيبه. معايا طبعا مصطفى احمال كويس جدا ومدرك العمليه ومدركين العمليه من اولها لاخرها، وانجاز يحسب برضو للولاد دول، والله انا فرحان بيهم جدا جدا جدا. بتهدي البطولات دي لمين والانجازات دي لمين يا كابتن مصلحي؟ والله يعني النادي الاهلي وجمهوره محتاج جدا البطوله دي، يمكن الحمد لله تاني بطوله في اسبوع واحد، وهديها للكابتن محمود الخطيب بصراحه، لانه انا حاسس انه زعلان يعني، فالحمد لله بان فرقه كره الطايره بتفرحه يعني. دايما بترسموا البسمه على شفات كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، والف مبروك ليك يا كابتن ميدو، ودايما في انتصارات على طول، والفوز بالثلاثيه يعني ده معناه تتويج كبير، واكيد انا عارف القدم هيبقى اصعب، لكن قادرين على تحقيق البطولات. باذن الله باذن الله، اسم النادي الاهلي كبير وهيفضل كبير طول عمره ان شاء الله. باذن الله، شكرا ليك يا كابتن ميدو، تحقيق انجاز طيب جدا يا كابتن ابراهيم في الكره الطائره رجال، بصراحه بيحققوا انجازات سواء داخل مصر او حتى في البطولات الافريقيه، ولو كانوا شاركوا عربي كمان كان ممكن يفوزوا بالبطوله. لا شيء طبعا حاجه تحسب للنادي الاهلي البطوله دي.